تحدي المانيكان ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة وقد اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي واستطاعت بسرعة البرق أن تقتحم الأوساط الفنية والرياضية وحتى السياسية. وفي مملكة البحرين تفنن الشباب في أدائها كما ضمنوها رسائل مجتمعية ثمينة. الزميل صالح يوسف والتفاصيل. عندما يتوقف الزمن وتمتنع عقارب الساعة عن الدوران ويتحول كل شيء إلى تماثيل في مشهد يظهر كل شخصية فيه عما كانت عليه قبل تجمدها ودون أن ترمق أبدا. تمثال عرض الملابس أو ما يعرف بالمانيكين تحدي جديد يجسد ظاهرة انتشرت كالحمى في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الدول. هو في البداية كان تجربة في مدرسة أعتقد حق بروجكت علوم في مدرسة في أمريكا ونزل على التويتر، فبعدين صارت نفس الهبة تحدي في الثبات ما يتحركون، هو الصعوبة أن يكون وان شوت يعني في مشهد واحد شلون يقدرون يوقفونهم كلهم. هو التحدي أن أكثر من شخص مثلا يدخلون ذي التحدي ويوقفون بحيث أنهم ما يتحركون. لم يكتفي هذا التحدي بالانتشار بين النجوم والمشاهير وحتى السياسيين، بل استطاع أن يجتاح الوسط الشبابي البحريني. انتقل عندنا هني، والله الصراحة ما بالضبط شلون انتقل ما أدري، بس مرة واحدة كل واحد بس يطلع ويسويها. وايد أشياء ممكن إحنا نأخذها من برا، وايد أشياء ممكن الغرب مثلاً يأخذها من عندنا، ما فيها مشكلة دوم إنها هي ما تمس مثلاً عاداتنا وتقاليدنا، فما فيها أي مشكلة. بالعكس شاركت في دور بسيط وأنا ما أمثل يعني، لكن الحمد لله طلع شيء زين يعني. نالها وناخذ حقنا بدق خشوم. الاتساع الكبير لهذه الظاهرة حفز البعض لاستثمارها في بث رسائل توعوية وتضمينها قيما مجتمعية راقية. تميزوا الشباب في آخر تحدي إنهم أضافوا فكرة، وكان في فويس أوفر على كل شخصية تمثل دورها وتمثل الحالة اللي هي فيها، ووصلت رسالة يعني إن المجتمع يفكر بهالطريقة. هل تعلم أن الكراهية تصنع العنف؟ أتمنى أن تحبون بعض أكثر. فريق الإعداد كامل مع ممثلين كان تقريبا 54 أو 55 شخص، الصعوبة أن يجمعهم في يومين. لكأنه زر تحكم، بضغطه يتوقف كل شيء، تحبس الأنفاس وتسكن الحركة في لحظات يخيم الصمت فيها. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.